عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم شي واد خاوله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم خبيزات ايطاليين بنفس المقادير. كنديروا تقريبا وحده كبيره، تقدروا ديروهم صغار، تقدروا ديروهم وحده، تكتفيوا غير بوحده كبيره ديروها في الفران، كتجي زوينه. كيسموها بالفوكاتشا، كتجي هشه ورطبه بمكونات بسيطه. انا فضلت نقدمهم لكم بجوج، حيت كل نقدم لكم جوج نتوما لكم الاختيار. الطريقه الاولى غادي نديرها بخبيزات صغار اللي غندير فيهم الدقيق الابيض بالفينو مخلطين، والاخرى اللي غادي اللي درتها اللي غنديرها كبيره في الفران وحده كامله غنديرها بالدقيق الكامل. يا كل واحد كيبقى لي الاختيار، حيت انا صراحه كنفضل دائما الدقيق الكامل، دائما كنفضلو. ونقول نتوما الاختيار، انا فضلت ندير لكم جوج باش نتوما ان شاء الله غادي اللي عجبتكم غادي تختاروها. المهم ندوزو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. عندنا 500 غرام ديال الدقيق الفورص المخلط بالفينو، تقدر ديرو 250 لكن اختيار، المهم تكون في التوتال ديالو يكون 500 غرام. عندنا 150 مليلتر ديال الماء دافي، هذا الكاس هذا ديال البلاستيك ما يعادل ديال كاس العلبه، فيه 150 مليلتر. نفس الكاس تقريبا 150 مليلتر ديال الحليب الدافي، نص كاس العنبه ديال زيت العود ما يعادل 60 مليلتر ديال زيت العود، 15 غرام ديال الخميره الفوريه او حبيبات، معلقه صغيره ديال الملح، والملح تيبقى دائما على حسب الرغبه ديال كل واحد اللي كيفضل، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده. دابا ندوزو لطريقه التحضير. غنديرو هنا الحليب خميرة، الماء، السكر، نديرو داك السكر في الخميرة، الملح ما نديرو حتى لاخر. نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. نخلطو جميع المكونات باش يدوب ديك الخميرة داك الحليب مع داك السكر سنية، ندوبوهم. ملي يدوب لينا شوية الخميرة نزيدو الزيت، نبدا ندير شويه بشويه الدقيق، دوز هذا هنا باش تسهل عليا، نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. غادي تزيد ديك المليحه شويه الملح، غنزيدوه، انا كنديرها شويه ما كنكثرش بزاف ملحه، ندير واحد شويه ديال الماء باش نخليها تكون شويه خفيفه. ها هي بعد ما كتجي بهاد الطريقة هكا نديروها هنا باش تخمر، نحلوها هكا باش تخمر متعطلش الخميرة. نخطيوها ونخلوها تقريبا تخمر تقريبا ساعتين، تضاعف الحجم ديالها.
الساعه عاود الخميره كتكون على حسب حتى الجو، الا كان سخون بزاف تقدر تخمر لكم على 20 دقيقه، انا تقريبا لا تقدر تخمر لي على ديك الساعه. المهم انا غادي نشوف ونغطيها بواحد ومن بعد نرجع معاكم. ودابا ها هي العجينه ديالنا ملي خمرات دازت ديك الساعه، ها هي غادي نسرحوا هذا المدلك، بقى معايا باش تشوفوا. غادي نحيدوها بحال هكا من داك الاناء، غادي نسرحوها، غندير واحد شويه ديال الدقيق شويه باش تسهل علينا، باش تسهل علينا ملي غنبغيو نطبعوها بهذوك الدوائر. ملي غنطبعوهم دابا انتما بقاو معايا تشوفوا شتو العجينه كي كتكون، كيجيو بحال هكا. غنطبعوه بهاد الدائرة هاد، حتى عندكم غا شي أي حاجة تكون دائرية بحال هكا تديروها بيها. غنطبعوهم هكا، شتو السمك ديالها شحال تيكون تقريبا بحال هكا، ونديروها في الصينية ديال الفرن لي درت فيه ورق الزبدة هكا، ونستفوهم. ها هما شتو كيفاش جاوني كلهم هنا، وخرين زدتهم هنايا، يعني كيجي هذاك نص كيلو كيجي تبارك الله فيه بزاف ديال الخبيزات. غادي نغطيوهم نخلوهم تقريبا 15 دقيقة حيت هما ديجا خامرين شوية، غنخليهم غا 15 يرتاحو شوية وأنا نرجع معاكم نغطيوهم ونرجع معاكم. ودابا ملي دازت 15 دقيقة على العجينة هادي خمرات كتشوفو هي خمرات، غادي نتقبوها بحال هكا بصبعنا هكا بحال هكا هكا، كتشدو واحد شويه ديال زيت العود وكدهنوهم من الفوق بحال هكا، واحد على حساب كيف ضني رش عليهم الملح من الفوق رشو، انا ما كنبغيش ما كيعجبنيش بالملح، كتجيني هكا الطريقه بسيطه وسهله وعاديه، حيت هنا في ايطاليا كيديروا فيهم الملح كيرشوا فيهم الملح فيهم الفوق، حاجه بسيطه وساهله احسن. كدهنوا بحال هكا، بعد ما درنا الفران 170 درجه تقريبا 20 حتى 25 دقيقه، حيت هادو كيطيبوا بسرعه حيت خامرين وكلشي. هادوك الاخرين تا هما كدير داك زيت العود تعمر بهم تا باش تبدلو عاوتاني شويه وضيوفكم العائله هكا، جربوهم انا متاكده غادي يعجبوكم بزاف. دابا نديروهم في الفران ونرجع معاكم. والان غادي ندوزو للعجينه الاخرى ديال الدقيق كامل، هذه غنديروها العجينه هذه غنديروها بالدقيق كامل اللي قلت لكم بالدقيق كامل، ويعني علاش بغيت نوريكم الطريقه حيت كتكون الطريقه ديال العجينه ديالها كتكون شويه خفيفه على الاخرى. المهم درنا هنا كاع المقادير اللي درنا في الاخرى عادي، درنا الخميره والحليب داك الكاس الحليب وداك الدافئ والماء السكر سنيده، ودابا غادي نضيفوا ليه داك الزيت زيت العود نص كاس، نفس المقادير اللي كاينين في الاخر، غير هذا بغيت باش نوريكم العجينه كيفاش كتكون. الملح نخليوها من بعد،
غادي نخلطو سبع عناصر باش تذوب لي ديك الخميره في داك الحليب والسكر سميده، وغادي نبداو نزيدو داك الدقيق كامل. بغيت تخلطوه حتى هو بشي شويه ديال الفينو خلطوه، ماشي مشكل، اللي فضلتو نتوما تقدر تخلطوه بشويه ديال الفينو، وتكون باش تشوفوا معايا الطريقه في الاخر كي غادي يكون. غاب شويه كتير تزيدوا داك الملح كتحاولوا تزيدوا واحد شويه الماء، داكشي علاش قلت لكم الخميره ديالو العجينه ديالو كتكون رطبه بزاف، كتكون مطلوقه ماشي بحال الاخرى، هذه ديال خفيفه بزاف هكا. انتوا بغيتوا تشوفوا معايا تحاولوا تخوها بزاف العجينه، شوف بحال هكا كتكون العجينه ديالو. غديروها بحال هكا تخمر حتى هي تقريبا نص ساعه، المهم هي الحساب ديالها كتكون نص ساعه تقريبا ديال الخميره ديالها. انتما غتشوفوا معايا في الاخر كي غادي نديرها، غنديروها دابا ناخذوا هذا الاناء هذا غندير فيه واحد شويه ديال زيت العود، ندهنوه بزيت العود ونديروها تخمر حتى هي، شتو كي كتجي بحال هكا. نديروها حتى هي نغطيوها حتى هي حيت يدي بقات فيهم العجينه، داكشي علاش مقدرتش غديروها بحال هكا حتى هي نغطيوها حتى هي تقريبا نص ساعه تخمر، ونغطيوها بشي زيت بحال هكا ونرجع معاكم. دابا ملي خمرت لينا العجينه ديال الكيك كامل، ديك العجينه الاخرى اللي قلنا غنديروها وحده كبيره، درنا ديك الصغيره الخبيزات الصغار يطيبوه في الفران، من بعد ان شاء الله ملي يطيبوا غنشوفوا معكم، في حين نوريكم الاخرى ديال الدقيق كامل. ها هي شفتوا كي خمرات كتجي رطبه بزاف، داكشي اللي قلت لكم هذه كتكون شويه خفيفه. غادي نديروها في الطاوله غنديرها بحال هكا نسرحها، حيت غندير هادي شكل اخر ديك ديال الدقيق الكامل. انتما شوفوا معايا كيفاش نسرحها. هنا غادي ناخذ شويه ديال زيت العود، تقريبا نص كاس ديال العنبه ديال زيت العود، وواحد تقريبا نص كاس ديال الماء، نص كاس ما كاملش داك النص ما كاملش، تقريبا شويه نخلطوا معاه شويه الماء مع زيت العود، انتما شويه نقدروا نقولوا حتى جوج معالق كبار ديال الماء ضروري. هاد العجينه ديال الدقيق الكامل كتبغي شويه ديال الماء مع الزيت مخلط ماشي بحال الاخرى، داكشي علاش قلت لكم غادي تشوفوا معايا غادي نرشوا بحال هكا الماء مع الزيت مع زيت العود بحال هكا، حيت داك الماء مع الزيت كيرطبها بزاف ديك العجينه ديال الدقيق الكامل. بقاو معايا تشوفو، غادي نحاول نسرحها على الطول ديال الطاوله، نخليها دابا ترتاح واحد تاهي واحد تقريبا 20 دقيقه ورجع معاكم. فهاد الاثناء دابا ملي خمرات لينا خلينا 15 دقيقه حتى خمرات مرتاحه شويه، ها هي دابا تبعوا معايا كيفاش غادي نديروا ليها.
دابا غادي نشدوها غنبقاو نديرو نوقعو عليها بحال هكا بصبعنا باش يدخل داك الزيت. تقدروا تزيدوا ليها حتى شويه ديال معاود زويه ديال الزيت من الفوق داك الزيت والماء على حسب اللي كتفضلوا. ها هي هنا في هذه الاثناء غادي ندير ليها شويه ديال طوماط سوريز بحال هكا، واللي نتوما كتفضلوا ما بغيتيش ديروهم ما ديروش، هما كيعطوها واحد المنظر حتى هو بحال هكا. شويه ديال الزيتون حتى هو على حسب كل واحد شنو كيفضل، ما بغيتيش ديرهم كاع نهائيا ما ديروهمش، ديروهم غير تكتفي بها هكا هي كيعطي هذا واحد واحد النكهه خاصه زوين، تيجي زوين بزاف هاد هاد كتجي زعما بحال عامره، كتجي عامره بشويه بهذا الشيء كتجي زوينه. نتوما بغيتو ديروا اي حاجه، بغيتو تكتفيو غير بالطوماط سوريز ولا غير بهذا الزيتون ولا باليازير، انا غندير حتى اليازير غادي نزيدو حتى هو واحد كيعطي واحد النكهه، حتى هو واحد كتبقى فيها واحد الريحه زوينه ديال داك اليازير. تقدروا ديروا حتى شويه الزعتر، انا كنفضل دائما اليازير كيجي فيها مزيان حيت هنا في ايطاليا كيديروا فيها بزاف اليازير هنا الفوق بحال هكا. عرفتي ملي كدير فيها اليازير كتشم فيها واحد الريحه زوينه بزاف، خصوصا ملي كيطيب. دابا غنديروها في الفران 170، راه هو ديجا سخون حيت طيبت فيه هذوك ديال دابا من بعد ما نريهم لكم كلهم. 170 25 دقيقة ونرجع معكم. وهذه هي نهاية الوصفة ديالنا ديال اليوم، شوفوا هذيك كتجي بالدك الكامل، ها هي ديال اسمو كتجي رطبة رطبة، لأن داك الزيت داك الزيت اللي كندهنوا بها وداك شوية ديال الماء والزيت كيدخل لها لداخل وكتولي رطبه 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 وهشه. هانتوما شوفوا كيفاش كتكون هشه هاد الخبيزات، هما كيجوا رطبين، هانتوما شوفوا كيفاش رطبين، ما عليكم غير تجربوهم هانتوما كيفاش كيجيو. غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا. هانتوما كتجي هادي فهاديك الريحة ديال اليازير كتجي رائعة ورطبة. وما نساش نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، اللي حتى انا كنحاول ما امكن باش ندير كل ما في جهدي باش نعطيكم اكثر واكثر، لان التشجيعات ديالكم كيعطوني كيزيدوا كيعطوني حماس اكثر، وما بقى لي الا نودعكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.